الله الرحمن الرحيم، الصلاة على محمد وآل محمد. حقيقة نعتز لوجودنا مع هؤلاء العوائل، وجودنا خصوصا في هذا اليوم. الله يشهد بأنني كنت مشغول ولودي أختي ابتسام هنا، ولكن لنا الشرف بأننا نتشرف بحضور مثل هذه المواقف، لنكون متواجدين ونستطيع أن نقدم القليل ولو بكلمة في حق من قدموا أنفسهم من أجل أن ينالوا حقوقهم وحقوق شعبهم، خصوصا لما يحس في النفس بأن تكون متواجد مع من قدم 5 سنوات أو 6 سنوات أو حتى سنة أو أشهر من عمره ليس لشيء، وإنما لتعبيره أيا كان، أي اعتقال كان. لدينا في البحرين فهو اعتقال تعبير عن ريب. وتواجدنا كنشطاء حقوقيين، كعوائل شهداء، كعوائل معتقلين في أي إفراد، وتكريم لهذا المعتقل، ورسالة نوجهها بأن جميع معتقلينا ليس معتقلين ارتكبوا جرم، وإنما معتقلين لتعبيرهم عن رأيهم، فبالتالي اعتقلوا لهذا التعبير الذي يطالبون من خلاله عن حقوقهم وحقوق شعبهم. فنحن اليوم في هذا التكريم رغم المشاغل التي لدينا، ولكنني حقيقة أصريت بأن أكون متواجد ولو بكلمة لأعبر فيها عن تقديري وشكري إلى هذا الشاب الذي قدم 5 سنوات من عمره ليس لجرم ارتكبه، إنما المطالب حقه تقره.